أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. اليوم 30 تشرين الأول 2023 ينتهي عام ولبنان من دون رئيس للجمهورية، واليوم أيضا 30 تشرين في مثل هذا اليوم قبل 32 عاما انعقد مؤتمر مدريد للسلام الذي اعتمد أساس حل الدولتين كقاعدة لاتفاق أوسلو الذي وقع في أيلول 1993. لكن ما أفرزه الواقع والوقائع على مستوى العدوانية والخطط الجهنمية الإسرائيلية منذ ما بعد 3 أعوام من توقيع أوسلو وحتى الآن أسفر تدريجا عن تفريغ أي اتفاق أو تفاهم من مضامين السلام ومن قيم الحوار والإنسانية، وهو ما مارسه الإسرائيلي سواء في اعتداءاته بالحديد والنار على لبنان أم على الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي شكل متعاقب منذ نهاية التسعينيات إلى بداية الألفية الثالثة وما بعد مبادرة قمة بيروت العربية. في فلسطين الآن الآلة الحربية الإسرائيلية تدك قطاع غزة وتدمر المستشفيات والمباني المدنية والملاجئ وفي شكل جنوني، خصوصا بعدما انكسرت الهيبة الإسرائيلية بفعل عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين. وحيال هول الأوضاع الميدانية الهستيرية هناك التي تنعكس سخونة وخطورة في الأوضاع إقليميا وعند الخطوط الحدودية اللبنانية الجنوبية، يحاول عدد من الدول بلورة مبادرة أو أكثر انطلاقا من نافذة مسألة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بمن فيهم محتجزون غربيون لدى الحركة. تل أبيب تتهم حماس بتقويض مبادرة إطلاق الرهائن بفعل إصرار حماس على الحصول على الوقود بحسب الزعم الإسرائيلي. لكن حتى الآن أكدت أوساط مطلعة استمرار مبادرة قطر التي تنسق في جانب منها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع مصر، ثم انضمت إليها تركيا وبعدها فرنسا، مع العلم أن باريس ستوفد إلى لبنان الأربعاء المقبل وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو الذي قد يزور بلدانا أخرى. في الغضون تكررت الدعوات السعودية إلى وقف الحرب. بالتوازي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العائد من زيارة لقطر يسعى عربيا ودوليا ومن خلال سلسلة اتصالات ولقاءات لتعزيز الجهود لإنهاء الحرب على غزة وللإحاطة بالأوضاع في لبنان وتحصينها في خضم العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة. وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب من جهته يتابع اتصالاته ويلتقي عددا من السفراء، وكذلك كانت لوزير الإعلام زياد مكاري سلسلة لقاءات دبلوماسية. على المستويات الميدانية استمر القصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة، كما حصلت اشتباكات ليلة أمس وفجرا وبعد ظهر اليوم على الخطوط الحدودية بين لبنان وفلسطين. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطلق سلسلة مواقف يوم الجمعة المقبل في أول إطلالة له منذ 7 من تشرين تاريخ انطلاق عملية طوفان الأقصى. حكوميا مجلس الوزراء ينعقد في 10 قبل ظهر الأربعاء للبحث في جدول العمل وفي التطورات الحاصلة. مشاهدينا ننتقل إلى الحدود الجنوبية للاطلاع من الزميلة زينب ياسين على المجريات. المقاومة الإسلامية كانت قد زفت ارتقاء شهيدها على طريق القدس منير يوسف عاشور أبو زينب من بلدة شقرة الجنوبية. زينب، ما هي المشهدية لديك الآن؟ يعني جلال، تحية بداية لإلك وللمشاهدين. الهدوء الحذر يعم القطاع الشرقي الآن، يعني خاصة بعد التطور الذي حدث هنا قرابة يعني الساعة الرابعة أو الثالثة عفوا، يعني امتدت الاشتباكات إذا صح التعبير من الساعة الثالثة وحتى الرابعة بعد أن أعلنت المقاومة استهدافها لمستعمرة المظلة، حيث رد العدو الإسرائيلي بقصف على أطراف بلدة كفر كلا وفل النحاس. لكن دعني أذكر جلال بالإعلانات، عفوا بيانات المقاومة التي أعلنت فيها استهداف مواقع بياض بليدة اليوم وجل العلام والموقع البحري لمطلة وسكنة حنيفة، وذلك بعد يعني القصف الذي طال بلدات عدة في القطاعات الشرقية والقطاعات الثلاثة، القطاع الشرقي والأوسط والغربي، وطال العديد من البلدات منها عيسى الشعب وعلم الشعب ويعني يارين والجبين وشحين وأيضا أطراف بليدة
حتى أنه بحدود الساعة 5 من غروب اليوم أعلن العدو الإسرائيلي عن الاشتباه بحادث أمني آخر في منطقة صعصع مقابل بلدتي رميش وعين إبل، ليتحدث بعدها الناطق باسم جيش الاحتلال ويزعم أنهم رصدوا 3 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه سكنة برانيت الإسرائيلية. فألقى العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة على إخراج علم الشعب متعمدا إحراق ما تبقى من الأحراش والمساحات الخضراء في المنطقة، كما أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا على أطراف بلدة علم الشعب مقابل سكنة حانيتا حيث تضرر أحد المنازل جراء هذه الاعتداءات، ولكن لا إصابات بشرية. إضافة جلال إلى أنه العدو عمد على إطلاق 7 قنابل فوسفورية فوق مركز للجيش اللبناني في منطقة رأس الناقورة، ما تسبب بإشعال النيران في المنطقة. إضافة إلى ذلك أطلق العدو صاروخا استهدف منزلا قرب المسجد في بلدة شيحين من دون وقوع إصابات. أيضا قام العدو الإسرائيلي بتمشيط بالقرب من موقع العاصي وتلة العاصي برشقات من أسلحة رشاشة مقابل ميس الجبل، ويعني البلدة التي استهدفها العدو بالأمس بـ4 نقاط مختلفة من أنحاء البلدة. يتجدد القصف على رأس الناقورة قرابة 6 من مساء اليوم، لكن الآن يعني يعم الهدوء الحذر القطاع الشرقي، وضمن تسيير لدوريات اليونيفيل والجيش اللبناني يعني كل بعض وقت. هذه كانت حصيلة ما لدينا اليوم. جلال، عودة لعندك. نعم، شكرا زينب ياسين والفريق العامل هناك. استهدافات العدو الإسرائيلي طالت بعنف ميس الجبل وأضرار كبيرة في أحد المنازل وفي بعض المحال التجارية. زينب ياسين. هنا ميس الجبل، البلدة التي نالت حصة كبيرة من استهدافات العدو الإسرائيلي بالأمس. فحوالي 10:30 ليلا ألقى العدو بقذائفه الوحشية على بيت آمن وسط البلدة، حيث كان في المنزل 5 أفراد، 2 منهم مسنين، نجوا جميعا بأعجوبة، وذلك بعد أن سقطت القذيفة داخل غرفة النوم وشاءت العناية الإلهية أن تكون خالية لحظة الاستهداف. نحن صرنا 75 سنة ونحن صامدين، نحن باقيين بأرضنا، متعلقين بأرضنا، وما حدا بيقدر بالكون كله إنه قيمنا من هذه الأرض، لأنه نحن هذه الأرض نحن ربينا عليها وعشنا فيها، وبدنا نبقى متعلقين فيها، صابرين، صامدين مع أهلنا ومع ناسنا. حتى أن العدو وسع من رقعة همجيته ليطال بصاروخ من مسيراته شارعا وسط البلدة، مخلفا وراءه أضرارا مادية استهدفت 3 محال تجارية في الشارع. ونحن صامدين بأرضنا، يعني شو ما عملوا ما نطلع من أرضنا، يعني خلقنا هون ومنوت هون، يعمل اللي بده إياه. أما هذه الحجة المسنة فصمودها خير دليل على قصة شعب رفض الذل والقنوع أمام عدو محتل غاصب مصيره الزوال. الله الله كتب علي الحمد لله وسلمني، ما بيش يعني لو تقلب علي النملية كنت ما ظليتش طايفة. بعدني فيت البيت وعم مد السجدة بدي صلي إلا وصارت بسم الله بسم الله العظيم، طلعت على الباب إلا وهلا مسرعة وقعوا الشبيك الفرع طاير من الباب من هيك الماي. شو بدي أعمل؟ هذا أمر الله هيك، كثر خير الله. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه أن بتاريخ اليوم نتيجة أعمال المسح والتفتيش في مناطق إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، عثرت وحدات من الجيش على 21 منصة إطلاق صواريخ في مناطق وادي الخنسة والخريبي قضاء حصبية ولقليلي قضاء سور، واحدة منها تحمل صاروخا معدا للإطلاق، وعملت الوحدات المختصة على التفكيك وتعطيل مصعوله. إلى القصف الجوي والمدفع الإسرائيلي لقطاع غزة والتسخين في الجبهة الشمالية تضاف محاولات تهويل إعلامية إسرائيلية بأن 50 سفينة حربية من 11 دولة موجودة في مياه البحر المتوسط والبحر الأحمر للمرة الأولى منذ عام 1945. موقع انترسبت الأمريكي كشف وجود قاعدة رادار أمريكية للإنذار المبكر في صحراء النقب على بعد 30 كيلومترا من حدود غزة. خبر مزعوم بثه الإسرائيليون هذا المساء عن أن مجندة إسرائيلية تم إطلاقها في عملية
مشارف غزة. أحد الصحفيين في غزة رجح أنها كانت في شقة سكنية إذا صح الخبر. التطورات الميدانية الغزاوية في تقرير كاتيا شقير. يشهد قطاع غزة الاثنين يوما جديدا من الغارات المكثفة والتصعيد في إطار العدوان الإسرائيلي ضد حماس المستمر منذ 3 أسابيع، حيث يستمر القصف العنيف على قطاع غزة مستهدفا الغلاف بأكثر من 40 صاروخا في الدفعة الأخيرة. وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت بالصواريخ قاعدة رعيم العسكرية ومستوطنة نتيفوت الإسرائيليتين، حيث سقطت 3 صواريخ في نتيفوت بغلاف غزة، أحدها أصاب مبنى بشكل مباشر. كما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن سقوط صاروخ في عسقلان بدون التسبب بإصابات. فيما توغلت قوات ومدرعات إسرائيلية بشكل أعمق في شمال قطاع غزة الاثنين، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأنه خلافا لحديث الاحتلال فأنه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في القطاع بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك، موضحا أن هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين وأحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع. وقبلها أكدت حركة حماس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع جيش العدو الإسرائيلي المتوغل في غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مقتل العشرات معظمهم من الأطفال مع تجدد القصف الجوي الإسرائيلي في مناطق متفرقة. وذكرت الوكالة أن 23 شخصا قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع. وفي وسط القطاع ذكرت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في منطقة الزوايد لتقتل وتصيب العشرات، وأفادت عن قصف برج المهندسين في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. من جهته قال التلفزيون الفلسطيني أن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت في مناطق شمال قطاع غزة، وكانت خدمات الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت قد عادت تدريجيا إلى مناطق مختلفة من القطاع في الساعات الأولى من صباح الأحد. وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أوضحت في بيان أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية منها قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصف لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4000 مريض وجريح وأكثر من 14000 نازح. أما في الضفة الغربية فحصلت الشبكات أسفلت عن 4 شهداء و5 جرحى، من بينهم إصابتان خطيرتان من جراء العدوان الإسرائيلي على جنين فجر اليوم، حيث أعلنت كتيبة جنين عن عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال. والآن غارة جوية إسرائيلية على مخيم الصيرات وقصف لمحيط مستشفى الإندونيسي. بثت كتائب القسام حركة حماس فيديو لثلاث أسيرات إسرائيليات يبعثنا برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وقالت إحدى الأسيرات: نتنياهو، نعلم أنه بالأمس كان من المفترض أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقوا سراحنا جميعا، وبدل ذلك تتحمل المسؤولية عن فشلكم. نحن نتنياهو علق على التسجيل مصور للرهائن الذي نشرته حماس بأنه وصفه بدعاية نفسية قاسية. في اتصال من الزميلة أريش خطار مع الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أكد المعاناة في الوصول إلى المناطق المستهدفة بكثافة خصوصا تل الهوى وفي عدد من الشوارع، عدد الضحايا مريب. الرائد محمود بصل الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، أهلا بك. بداية، ماذا تكشف بعد عودة الاتصالات إلى غزة؟ كيف هي التطورات الميدانية لديكم؟ ماذا عن واقع الدفاع المدني وماذا عن إمكاناتكم؟ نعم، يعني حتى هذه اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يقوم بارتكاب المجازر بحق المواطنين العزل والآمنين داخل منازلهم دون سابق إنذار، ويقوم باستهداف المنازل وإيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء الذين هم متواجدين داخل المنازل. كانت الطواقم طبعا تعمل حسب صوت الصاروخ، حينما تسمع صوت الصاروخ متجه إلى منطقة معينة وتسمع صوت الانفجار تتحرك الطواقم، لكن نتيجة كثافة النيران وكثافة الانفجارات وكثرة الانفجارات الطواقم حقيقة يعني كان هناك عدم وصول لكافة عمليات الاستهداف، وهذا الأمر طبعا هو يشكل جريمة بحق المواطنين العزل. واليوم
يعني احنا حقيقة الواقع الان في القطاع هناك اشكالية كبيرة. منطقة شارع 10 ومنطقة شارع 8 وكل الخطوط العرضية التي تؤدي الى شارع 8 من دوار الدحدوح الى البحر، هذه المنطقة كلها بشكل كامل تم نصب الشوارع بشكل كامل، وهناك صعوبة كبيرة لدخول طواقم الدفاع المدني الى هذه الاماكن، وهناك العشرات بل اقول هناك عشرات واكثر من ذلك متواجد في من الاصابات ومن الشهداء متواجد في هذه المناطق، وهم بحاجة ماسة الى الدفاع المدني، لكن هناك صعوبة من وصول الدفاع المدني الى هذه الاماكن. لذلك نحن نناشد العالم الى ضرورة تمكين الدفاع المدني من القيام بواجبات وبمهامه على أكمل وجه دون التعرض إلى نيران الاحتلال الإسرائيلي ودون المساس بالطواقم حتى يعني يقوموا بإجلاء المواطنين وإخلاء المواطنين الذين تعرضوا إلى عمليات القصف والذين استشهدوا أو أصيبوا في أماكن الاستهداف التي قامت فيها إسرائيل. المستشفى التركي في غزة يقصف للمرة الثانية. اتصال بين الرئيس الأمريكي والرئيس المصري حول غزة وتشديد على مصطلحات التسريع المهم والزيادة في تدفق المساعدات، أما الأجواء فمتناقضة. شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ما وصفه بالحاجة إلى زيادة مهمة فورية في تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في اتصالين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق البيت الأبيض. فخلال اتصاله مع نتنياهو شدد وجوب زيادة تدفق المساعدة الإنسانية لتلبية حاجات المدنيين في غزة، وفي الوقت نفسه كرر بايدن التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب بحسب ما جاء في بيان الاتصال مع نتنياهو. وفي اتصال منفصل مع نظيره المصري اتفق بايدن والسيسي على التسريع المهم والزيادة في تدفق المساعدة إلى غزة بدءا من اليوم وبشكل متواصل وفق تعبير بيان البيت الأبيض. كما شددا على أهمية حماية حياة المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي وضمان عدم نزوح الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى. بالتوازي نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أكدت عدم وجود نية أو خطط لدى واشنطن على الإطلاق لإرسال قوى قتالية إلى إسرائيل أو غزة، مشددة على أن الولايات المتحدة تزود الإسرائيليين بالمشورة والمعدات والدعم الدبلوماسي في حربهم على قطاع غزة. وإذ رأت أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، أكدت هاريس أنه من المهم جدا ألا تكون هناك مساواة بين حماس والفلسطينيين، فالفلسطينيين حق في الأمن وتقرير المصير والكرامة، وكنا واضحين جدا في أنه يجب الالتزام بقواعد الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. وفي وقت سابق لفت مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى أن آلاف المدنيين الفلسطينيين قتلوا في هذه الحرب، وهذه مأساة حقيقية. بث التلفزيون الرسمي السوري أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت موقعين للجيش السوري في منطقة درعا فجر اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت قصف أهداف عدة في سوريا ردا على إطلاق صواريخ ليلة الأحد الاثنين من منصات في الأراضي السورية. وليلة أمس نفذت مقاتلة أمريكية غارة على محيط مدينة بوكمال قرب الحدود العراقية. وكذلك وسائل إعلام سورية تحدثت الليلة الماضية عن دوي انفجار بمحيط القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة. وفي وقت سابق أشارت مصادر سورية إلى دوي انفجارات في القاعدة الأمريكية بحقع العمر النفطي شمال شرق دير الزور. لقاءات مقر رئاسة الثانية في عين التيني في التقرير الآتي. رئيس مجلس النواب نبيه بري تناول مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العدوان الإسرائيلي على غزة وتطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية الروسية. كتلة التجدد النيابية قصدت عين التيني حيث التقت رئيس البرلمان وكان بحث في كل التطورات في فلسطين والحدود اللبنانية وفي وجوب انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وانتظام عمل المؤسسات بحسب تصريح النائب فؤاد مخزومي بعد اللقاء الذي استمر 45 دقيقة. إن كتلة التجدد تسعى إلى لعب دور جامع يؤسس لشبكة أمان قادرة على حماية لبنان، فنحن نؤمن بأن استرداد الدولة لقرارها السيادي والتزام بالدستور وبقرارات الشرعية الدولية وبعلاقات لبنان العربية والدولية هو الطريق الوحيد والأسرع لمنع التعرض لمخاطر حرب، لن يكون لبنان قادرا على احتمال نتائجها الإنسانية والاقتصادية.
وفي عين التيني الوزير السابق فارس بويز، وقد تم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي، آملا أن تتخذ الحكومة والمجلس النيابي كافة الإجراءات الآهلة لتنظيم أي حالة استثنائية يمكن أن تطرأ في البلاد. المشروع الصهيوني ليس الآن حربا على قدر ما هو مشروع لإنهاء القضية الفلسطينية، مشروع لتهجير مليوني فلسطيني من غزة وختم ملف الدولة الفلسطينية. هذا ما يسعى إليه نتنياهو، وهذا ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. ولا ندري كم أن الصراع هذا سيتوسع. آخر مواقف الرئيس ميقاتي ولقاءاته في التقرير الآتي. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التقى في السراي الكبير وزير السياحة وليد نصار الذي وضعه في أجواء جولته الخليجية التي شملت قطر والإمارات ومشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت في المملكة العربية السعودية. احنا قاطعين بأزمة غير مسبوقة، وخاصة هلأ الأحداث اللي عم تصير بغزة. نحن بالمبدأ رح يكون في عنا اجتماع لمجلس وزراء هذا الأسبوع، ورح نتطرق لمواضيع عدة، أهمها القرارات اللي أخذناها بالمملكة العربية السعودية بمشاركة لبنان بالمشاريع الإنمائية اللي عم تصير بالمملكة العربية السعودية، واللي لبنان رح يكون لها دور كتير مهم بالمستقبل. طبعا مش عم نحكي اليوم، نحن يمكن الناس عم بتقول انه نحن بمحل والوضع اللبناني بمحل تاني، بس على كل الوزراء، كل وزير بوزارته، ما فينا نضل قاعدين عم نتفرج. كل وزير بوزارته لازم يتحرك وين في امور ايجابيه ومستدامه للبنان وللمواطنين اللبنانيين، خاصه بالدول العربيه الشقيقه. هيدي واجباتنا وعم نعملها. الرئيس ميقاتي التقى رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الذي عرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان في ضوء التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة. كرم اعتبر أن الحرب الدائرة في إسرائيل التي لم تتوقف عن قصف غزة واستهداف المدنيين فيها ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والعهود والأعراف الدولية. وتوقفنا عند التصعيد الخطير على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة جنوبا، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، وكان حرص على عدم انزلاق الأمور نحو مواجهة أوسع تكون تداعياتها عالية الكلفة. أما الهدف الرئيس من الزيارة فكان تسليم دولة الرئيس الورقة التي أعدتها لجنة النزوح والجنسية في الرابطة المارونية مع خارطة الطريق المرفقة التي تقترح حلولا عملية لهذه المسألة. وأستطيع القول أنها ورقة موضوعية علمية مدروسة بدقة ومعززة بأرقام ومعلومات وخلاصات قانونية. وزير الإعلام زياد مكاري خلال لقائه عددا من سفراء أمريكا اللاتينية لا نريد الحرب والقرار لدى إسرائيل. الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري 8 سفراء من أمريكا اللاتينية، وهم سفراء فنزويلا، كوبا، البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، تشيلي، أوروغواي وكولومبيا، بحضور المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة. خلال اللقاء بحث السفراء عن الطرق المناسبة للحفاظ على سلامة جالياتهم في حال توسعت المعركة، وشرح الوزير المكاري أن خطة الطوارئ باتت جاهزة في حال دخل لبنان بالحرب. نعم، نحكي عن تقريبا 50,000 مواطن عندهم جنسيات من أمريكا اللاتينية عايشين بلبنان، فالسفراء أكيد معنيين بسلامتهم، معنيين بالوضع بلبنان مثل ما نحن كمان معنيين. نحن كحكومة أكيد شرحنا لهم خطة الطوارئ يلي عم بتصير وعم تندرس وعم تنشغل يوميا، لح يكون فيه طبعا من وزارة الإعلام ولح هذا الموضوع يبلش يبين، خليني أقول نشرات يومية عن شو عم بيصير بالبلد، شو عم بيصير بالجنوب، حركة النزوح إذا في عن حركة نزوح. أكيد هني اللي يكونوا كمان مطلعين على يعني الخطة
لأنه هن مسؤولين بالنهاية عن مواطنينهم مثل ما يعني رح نكون كلنا سوا. بحال لا سمح الله يعني راحت الأمور لمحل ما حدا بيريده يعني لحرب، رح يكون مسؤولين عن ناسهم بلبنان مثل ما نحن كمان من واجباتنا كحكومة نكون مسؤولين عن هؤلاء المواطنين. نحن أكدنا جوا إنه الحكومة اللبنانية وأغلب اللبنانيين ما بدون الحرب. نحن منعيد الكلام يلي قاله الرئيس ميقاتي عن قرار السلم والحرب. الحكومة قرار السلم عندها والحرب هو قرار عند الإسرائيليين. كما أشار الوزير المكاري إلى أن التنسيق مع السفراء سيستمر وأن الحكومة ستلعب دورها كمسؤول مباشر مع مواطني تلك الدول. أكد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب في اتصال هاتفي مع نظيرته الأسترالية بينيلوبي وونغ أن التهديد الإسرائيلي بضرب لبنان وتدميره لا يفيد. أضاف: توافقت مع الوزيرة الأسترالية على وجود دعم المسار الدبلوماسي للوصول إلى حل الدولتين. أبو حبيب بحث في حرب غزة والوضع عند الحدود الجنوبية مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف، وكما بحث في التصعيد الإسرائيلي مع السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا. رأس وزير الاقتصاد جورج بوشنجان اجتماعا في وزارة الصناعة بحث في خلاله في خطة طوارئ تؤمن استمرارية العمل في المصانع اللبنانية في حال نشوب حرب. بحال صار قفل جسور وشرايين تواصل، كمان كيف بدها تصير التنقلات بين كل القصص، في قفل معامل الكهرباء والقصص، ووقف عمل شركات التأمين الأجنبية. على ضوء القرارات والخطة اللي اتخذت هي تأمين وسائل الإطفاء والإنقاذ والإخلاء في المصانع وإمكانية التواصل مع الدفاع المدني والصليب الأحمر. يعني رح نعمل غرفة عملية بوزارة الصناعة بالتنسيق مع جمعية الصناعيين وكل الهيئات الموجودة كيف نضل مأمنين الحاجات الحياتية والصحية مثل الأدوية مثل الأكل، هذه كلها من القصص الضرورية. بحال أي شيء صار كتواصل بين المناطق شنين الطرق البديلة لضل في التواصل لضل في الإمدادات الداخلية لنضلنا مأمنين على نطاق لبنان كله، أوكي؟ كيف تضل الأشياء ميسرة وتضل أشياء مسهلة ونضل مأمنين للمواطنين جميع الأمور. تواصل مع شركات مولدات كهرباء ويكون عندنا باك اب موتورات كهرباء بحال اي مصنع مع اي شيء بيتعرض لاي شيء، هيدا يكون في باك اب موتور يروح يضله موجود الطاقه عنده. هلا مستوردين المحروقات كمان صار في تواصل مع الاستاذ ماروش الناس بهذا الموضوع يلي كمان عم نحط مثل كمية زيادة أما كمية احتياطية للمرحلة اللي جاية. من دار الفتوى الوزير السابق فارس بويز يحذر بعد لقائه مفتي الجمهورية من مخطط تهجيري إجرامي. في اليرزي قائد الجيش العماد جوزيف عون التقى السفير البولندي في لبنان يرافقه الملحق العسكري وجرى بحث في الأوضاع في المنطقة. كذلك تناول مع رئيس الأحرار النائب كميل دوري شمعون الأوضاع والتطورات. المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيصري التقى وفدا من سفراء بلدان الشمال الأوروبي في لبنان، الدنمارك، السويد، فنلندا، النرويج، وبحث معهم في الأوضاع وطرق التنسيق بين سفارتهم والمديرية العامة للأمن العام. بالعودة إلى تقرير دار الفتوى. الحرب الإسرائيلية على غزة والتطورات عند الحدود الجنوبية تناولها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع الوزير السابق فارس بويز الذي لفت إلى ضرورة التنبه للأسوأ لأننا لسنا أمام حرب فقط إنما أمام مشروع تاريخي تهجيري خطر للغاية. مهما كلف الأمر وبمعزل عن الاعتبارات الطائفية أو السياسية الضيقة، تحريك عمل الحكومة بما يجعلها فعلا تضع خطة صمود، أولا تموينية، خطة صمود للمحروقات، خطة صمود
بموازنات معينة للوزارات الحساسة من أجل فعلا التعاطي مع ما يمكن أن يحصل. أعتقد بأننا متوافقين مع سماحة المفتي على كل هذه الأمور وعلى خطورة المرحلة. نحن لسنا أمام حرب، نحن أمام مشروع تاريخي خطير للغاية. نحن أمام مشروع بتهجير مليوني فلسطيني من غزة، ما يسمى بالتعبير السياسي ترانسفير، الذي مارسه في الماضي ستالين والذي مارسوه بعض الدكتاتوريات في العالم. ونحن أمام وضع خطير جدا قد فعلا ينعكس على كامل المنطقة، على كامل المنطقة برمتها. نعود إلى مواقف الرئيس ميقاتي في التقرير الآتي. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن أن لبنان في عين العاصفة وهو جزء من هذه المنطقة، وبالتالي عندما بدأت الحرب في 27 الأول في غزة قمت بكل الاتصالات من أجل تجنيب لبنان أي حرب والطلب بوقف الاستفزازات الإسرائيلية على الحدود، إضافة إلى الاتصالات المحلية. وأعلن ردا على سؤال أن هناك هيئة لإدارة الكوارث والأزمات موجودة في السرايا منذ فترة طويلة ولقد أحييتها وقمت بالاتصالات اللازمة وكلفنا مع علي وزير البيئة ليكون منسقا بين الوزارات ووضعنا خطة متكاملة وقمنا أيضا بعملية محاكاة. وفي حديث إلى محطة سكاي نيوز يصلني صدى ما يطالب به اللبنانيون الذين يقولون كفى، لقد عشنا حروبا منذ كنا صغارا ونحن في وضع لا يحسد عليه نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية والعوز والفقر، وبالتالي مع كل عاطفتنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني وبقاء لبنان مدافعا عن القضية وعن حق الفلسطينيين على كل المستويات المحلية والدولية، ولكني أسعى أيضا بكل جهدي لتجنيب لبنان دخول هذه الحرب، لأنه في حال دخوله فإن خطورة هذه الحرب لن تقتصر على لبنان بل سيكون هناك فوضى أمنية في كل المنطقة، لذلك أقوم بكل الاتصالات من أجل تجنب هذه الكأس. وردا على سؤال عن التطمينات التي حصل عليها في هذا الصدد قال لا يوجد شيء اسمه تطمين لأن الأمور مرتبطة بكل تطور إضافي، وبالتالي أقول بأن الأمور تحت المراقبة ولكن لا أحد يعلم في أي لحظة يمكن للأمور أن تتأزم أكثر فأكثر، ولكن اليوم قرار الحرب بعد 3 أسابيع هو في يد إسرائيل، فإذا كانت تريد المزيد من الانتهاكات وخرق للحدود والقيام بأعمال حربية فهذا القرار بيدها وليس بيدنا. وفي شأن موضوع اليونيفيل فإننا نؤكد التمسك بالقرار 1701 ونقول بأن السلم يجب أن يبقى في الجنوب اللبناني ونسعى عبر الاتصالات مع اليونيفيل ومع جميع الفرقاء للتهدئة، لأننا لا نريد أن تكون هذه الانتهاكات بداية لكرة ثلج لا نعلم نهايتها. وعن مدى تأثير الفراغ في المؤسسات على خيارات لبنان وعلى مصيره خال ما نقوم به كحكومة هو لسد هذا الفراغ نوعا ما لنبقي على الوجود الكامل لهذه الدولة لكي يتسنى لنا انتخاب رئيس جمهورية ليتسلم مهامه مع حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد من أجل القيام بما يلزم. وسئل هل أنتم ماضون لإجراء تعيينات في المراكز الأساسية؟ أجاب نحن نقوم بما يقتضيه الواجب علينا. الكلام نفسه قاله الرئيس ميقاتي لوكالة الصحافة الفرنسية وردا على سؤال عما إذا كان لمس خلال اتصالاته مع حزب الله نية بعدم التصعيد، أوضح حتى اليوم أرى أن حزب الله يقوم بعقلانية وحكمة بإدارة هذه المواضيع وشروط اللعبة لا تزال محدودة، لكنه قال في الوقت ذاته أنه لا يستطيع طمأنة اللبنانيين لأن الأمور مرهونة بأوقاتها، وتابع لا يمكن أن ألغي أي تصعيد في لبنان يمكن أن يحصل لأن ثمة سباقا بين وقف إطلاق النار في غزة وبين التصعيد في المنطقة ككل. فاصل فنواصل. اللواء عباس إبراهيم التقى في مكتبه في بيروت وفدا قياديا مع حركة حماس
برئاسة رئيس دائرة العلاقات الوطنية للحركة في الخارج علي بركة، وقدم الوفد عرضا للتطورات في غزة في ظل اشتداد المعارك مع جيش العدو الإسرائيلي، كما عرض لجزئية المقاومة للتصدي لأي محاولة اجتياح بري للقطاع، وأكد أن المقاومة قرار وخيار. أشار رئيس لجنة المال والموازنة نائب إبراهيم كنعان بعد انتهاء جلسة اللجنة في مجلس النواب بحضور حاكم مصرف لبنان بالإنامة وصيب منصوري إلى أن اللجنة استمعت لشرح منصوري حول الوضع النقدي وثمنت أداء مصرف لبنان لجهة الحفاظ على استقرار سعر الصرف بصفر كلفة من الاحتياطي، ولفت إلى أن الحل المالي والنقدي هو بالإصلاحات ومتابعة التدقيق وتوحيد سعر الصرف، مؤكدا أن استحداث ضرائب ورسوم جديدة في هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الرديء لا يسمن ولا يغني، وهو مخالف للقواعد المالية والاقتصادية السياسية. أكدت معلومات أن حاكم مصرف لبنان بالإنامة الدكتور وسيم منصوري اتخذ سلسلة تدابير منها ما أدى إلى خفض الكتلة النقدية بالليرات اللبنانية في التداول بين المواطنين والمؤسسات والمصارف من 62 ألف مليار ليرة إلى 58 ألف مليار، وبالتالي وضع مزيدا من الضوابط على المضاربين، ولم يتأثر سعر صرف الدولار حيال الليرة اللبنانية. بطرس فرح رحل تاركا إرثا فنيا حافلا وداعا للدماثة والخلق المحبب. في استهلاك بضاعة أكثر من العادة، شو القصة يا؟ من جمعة ونص جبنا 20 أنينة بلاك ليبل، وين راحوا؟ غيب الموت الممثل بطرس فرح الذي عرف بأدواره في مسرحيات الفنان زياد الرحباني، كما وأنه شارك في العديد من مسرحيات الفنان جورج خباز، وله العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية. دخل عالم التمثيل بالصدفة، حيث كان موظفا في شركة أدوية، وبدأت مسيرته مع زياد الرحباني بدور أستاذ رؤوف في نزل السرور 1974، واستمرت لغاية العام 1994 في لولا فصحة الأمل، مرورا بالنسبة لبكرة شو 1978، وفيلم أمريكي طويل 1980، وشي فاشل 1983، غير أن مسرحية بالنسبة لبكرة شو شكلت محطة أساسية في هذا التعاون الفني، إذ بقي دوره فيها شخصية مسيو أنطوان راسخا في ذاكرة المشاهدين. طبع بصمته الفنية في أكثر من عمل مسرحي، مثل ومشيت بطريقي مع الفنان ملحم بركات في العام 1995، قبل أن يصبح وجها مألوفا في مسرح جورج خباز. كذلك خاض تجربة السينما من خلال مشاركته كضيف شرف في فيلم كاتش فلو 2. في كان فاتورة بعد من أيامك بالشركة؟ رح رد للشركة. مشاهدينا الكرام، في الختام نشكركم ودمتم بخير.